إطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم 2030 وإطلاق الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتطوع وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فعالية وحلقة عمل استراتيجية في بيت العرب لتعزيز العمل التطوعي، وفلسطين شاركت بتجربتها الوطنية الفريدة في عالم التطوع. ننظر إلى المقاومة، مقاومة الاحتلال كرأس هرم العمل التطوعي، فبالتالي الشعب الفلسطيني هم رواد في العمل التطوعي وما زالوا وسيبقوا. احنا بفلسطين على مختلف التراب الوطني الفلسطيني من رفح إلى جنين نعمل معا، مؤسسات مختلفة، مؤسسات الوطنية، مؤسسات القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، على تأسيس قاعدة للعمل التطوعي في فلسطين. تجارب عربية في حالة تطوع، حيث تم إطلاق تقرير مصر في الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي كأحد النماذج الوطنية العامة. كوزارة التضامن الاجتماعي نعمل قاعدة بيانات موحدة، واحدة استراتيجية وطنية موحدة. لدينا أكثر من 1,000,000 متطوع في مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، لدينا أكثر من 230,000 متطوع من الشباب في المجتمع المدني، في صندوق مكافحة الإدمان، في الهلال الأحمر المصري، في وحدات التضامن في الجامعات. تقرير حالة التطوع الذي أطلق بعنوان بناء مجتمعات متساوية وشاملة قدم أيضا أمثلة وبيانات عالمية عن كيفية الاعتراف بالعمل التطوعي وتوسيع نطاقه واستخدامه. المجتمع المدني له دور كبير في تنمية المجتمعات، والمجتمع المدني بيقوم على التطوع، فده بيساعدنا كتير ان الشاب او اللي بيشارك معانا بيحس انه بيقدم حاجه لبلده. كانت اهم الاشياء اللي انا تطوعت فيها في ليبيا كانت في 2017، كنت بحاول ان انا اعمل حمله كانت تحت عنوان كليتنا احلى، بان هي نقوم فيها بتغيير ممرات الكليه وتزيينها. المجتمعون أكدوا اليوم أهمية نشر ثقافة التطوع في العالم العربي ولما لها من دور كبير في نشر السلام في العالم وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إيناس الطويل من مقر جامعة الدول العربية، تلفزيون فلسطين، القاهرة.